السلام عليكم. أنا معن الخميس، وقبل ما أبدأ وقبل ما أطلع ستيج بدقائق كنت محتار على الموضوع اللي بتكلم فيه. هل أتكلم عن موضوع أقرب لمجال عملي أم الموضوع الأقرب لمجال تخصصي في الجامعة، ولا الموضوع اللي أنا شغوف فيه؟ طبعا لا تفهموني غلط، أنا شغوف أيضا بمجال عملي، مديري هنا فلازم أقول كذا. الموضوع اللي بتكلم فيه اليوم موضوع أعتقد يدور في بال الكثير، وأنا شغوف بهذا الموضوع. ولكن قبل ما أبدأ بالموضوع بسألكم سؤال: إذا كان عندك رسالة ورسالتك هذه بتوصلها للمجهول، لشخص مجهول ما تدري هو يتكلم نفس لغتك أو حتى من نفس جنسك، وش بتكون مضمون رسالتك؟ كيف بتوصل له هذه الرسالة؟ هذا السؤال واجه مجموعة من العلماء في ناسا عام 1977، وقبل ما يطلقون المكوكين الفضائيين فويجر 1 وفويجر 2 للفضاء. طبعاً فويجر 1 وفويجر 2 مهمتها الأساسية أنها تدرس المجموعة الشمسية وما بعد المجموعة الشمسية، بينما مهمتها الفرعية ما تقل أهمية عن مهمتها الأساسية، أنها ترسل رسالة من الأرض إلى الفضاء. الرسائل هذه كانت محملة على اسطوانات ذهبية على فويجر 1 وعلى فويجر 2، ومنحوت على هذه الاسطوانات طريقة تشغيلها. على كل اسطوانة 1.2 جيجا بايت من المعلومات، بحيث أن أي واحد يلقاها يقدر يشغل هالاسطوانات بيسمع ترحيب ب 55 لغة مختلفة، بيسمع أصوات مختلفة من الطبيعة، انكسار أمواج، صوت رعد وصوت رياح، بيسمع خطوات رجل وضحكات امرأة وبكاء طفل. إذا ترجمت أو اللي يلقاها وترجم الموجات الصوتية هذه إلى موجات ضوئية تطلع له 115 صورة، صور مختلفة تتراوح بين صورة معادلات بسيطة أو صورة جنين أو حتى صورة أطفال يدرسون على جلوب. كملت فويجر 2 رحلتها، طبعاً كان فيه رسالة مكتوبة بخط اليد من السكرتير العام للأمم المتحدة هذاك الوقت كيرت ويلدهم، قال فيها: تحياتي من سكان الأرض، انطلقنا وتخطينا مجموعتنا الشمسية وإلى الفضاء لنعلم إذا سئلنا ونتعلم إذا حلفنا الحظ. كملت فويجر 2 وفويجر 1 رحلتها للفضاء إلى أن وصلت فويجر 2 عند زحل. وعند زحل بعد 13 سنة انطلقت فويجرز عام 1977، وصلت عام 1990 إلى زحل، وطلب الفيزيائي كارل سيغن أنها تقلب كاميراتها فويجر 2 للمرة الأخيرة للكرة الأرضية وتصور هذه الصورة. تشوفون الصورة؟ وين الكرة الأرضية في الصورة؟ هذه الكرة الأرضية، هذه النقطة هي الكرة الأرضية. أجمل من عبر عنها هو كارل سيغن نفسه وقال: تأمل هذه النقطة، هذا هنا، هذا نحن، هذا الوطن، عليها كل من عرفت وكل من متعرف وكل من سمعت عنه وكل بشر عاش حياته، مجموع آلامنا وأفراحنا عليها، آلاف الديانات والمعتقدات الراسخة، النظريات الاقتصادية والعلمية، كل بطل وجبان، كل صياد وجامع، كل مستكشف ومخترع، كل أم وأب، كل اثنين في الغرام، كل طفل مليء بالأمل عاش على هذه النقطة، على ذرة غبار معلقة بين شعاع الشمس. سماها كارل سيغن النقطة الزرقاء الباهتة أو The Pale Blue Dot. ألف عليها كتاب كارل سيغن من هول الصورة، وعلى فكرة هذه أبعد صورة للكرة الأرضية تم تصويرها إلى اليوم. عشان نقدر نفهم أكثر الأرقام، الصورة هذه صورة بعد زحل، وزحل يبعد عننا 1.5 تريليون كيلومتر. طبعا الأرقام ما تعني شيء في الوقت الحالي إلا إذا حطيناها ببرسبكتيف. فأنا جت معي مفاجأة. أشوف. هذه كرة جولف. إذا افترضنا أن كرة الجولف هذه هي الشمس وحطيناها هنا في وسط القاعة،
وحجم الشمس بحجم كرة الجولف، قطرها 4 سنتي. الكرة الأرضية لازم نشوفها بمجهر في نهاية القاعة بعد 42 متر تقريبا. بينما زحل، عشان نحط الأشياء in perspective، بتكون عند مبنى البي اي اف. فإذا كانت هذه الشمس، زحل بتكون عند مبنى البي اي اف. طيب الفويجرز وين وصلت؟ فويجر 1 وفويجر 2 طبعا هي بتكمل رحلتها إلى المجهول، إلى ما لا نهاية، إلى أن أحد يلقاها. فويجر 1 أو عفوا فويجر 2 بتكون عند تقريبا مستشفى المملكة، بينما فويجر 1 بيكون عند صاد سكوير. فإذا رحت قهوة مرة ثانية عند صاد سكوير، تذكر أن فويجر 1 كان هنا. عرفت السؤال؟ عام 1950 العالم الفيزيائي أنريكو فيرمي كان قاعد يتغدى مع مجموعة من الفيزيائيين، وسألوا سؤال بسيط. هذا هو السؤال: هل نحن وحدنا؟ بس قالوا بصيغة ثانية، قالوا حنا عندنا كل المعطيات، ندري أن قطر الكون 93 مليار سنة ضوئية، وعمر الكون 13.8 مليار سنة، وفيه أكثر من 100 مليار مجرة، وكل مجرة عندها أكثر من 100 مليار نجمة، وكل نجمة فيها آلاف الكواكب اللي ممكن تشبه الأرض. فإذا عندنا المعطيات هذه كلها، وين كل أحد؟ Where is everybody؟ هذا اللي سأله السؤال فيرمي. ما قال هل نحن وحدنا، قال Where is everybody؟ جاء فيرمي قعد يسوي معادلاته بالمعطيات اللي عنده، وطلع بمعضلة وسماها باسمه Fermi's Paradox، أو معضلة فيرمي. وقال فيها إحنا عندنا المعطيات، مفروض يعج الكون بالمخلوقات البشرية، ولكن الكون في طور التوسع. فلو كان عندنا مكوك فضائي بسرعة الضوء، ما راح نقدر نوصل أقرب مجرة لنا، اللي هي مجرة أندروميدا، اللي تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية. طبعا السنة الضوئية لو افترض أن هذه شمسنا، السنة الضوئية بتوصل إلى اليونان. فسؤالي مرة ثانية، إذا كان عندك رسالة بتوصلها لشخص، هل يهم من يقرأ الرسالة هذه؟ بالنهاية إذا كان عندك رسالة، مو بمهم من يقرأ الرسالة، المهم أن يكون عندك شغف في موضوع معين، وأنك تكتب هذه الرسالة وتجتهد. شكرا لكم.